ظاهرة التوقعات المطروحة في امتحان البكالوريا أخذت منحة تصاعديا في السنوات القليلة الماضية، وأصبح المترشحون يعتمدون عليها بشكل ملفت للانتباه. بعض الأساتذة أو بين قوسين نقدر نقول أن أشباه الأساتذة يعلنون وبمنشورات أن هنالك مقال استقصاء، مقال جدلي، مقال محور أول، مقال محور ثاني، وهذا أمر أو يغلط ويرتبك الطالب. لحد الآن أنه كاين بعض الطلبة يتصلوا بنا يقول لك يا أستاذ أعطيني مقالتين، أعطيني ثلاث مقالات ونجوز بهم الباك. يا هل ترى ما طاحوش هذوك المقالات في البكالوريا؟ كيفاش يكون رد الفعل؟ يا هل ترى الأستاذ يقاس بجدية الأستاذ أو بمستوى الأستاذ حسب الاقتراحات؟ ونقولها أنه نحن كأساتذة وبخيرة الأساتذة نحارب هذا الأمر خاصة في الآونة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح أن الخبرة والممارسة تلعب دورا في التقرب من الموضوع المطروح، لكن الاعتماد عليها دون غيرها حتما سيخلط حسابات الطالب يوم الامتحان. قضية توقعات، يمكن للأستاذ أن يتوقع الدرس أو الموضوع بناء على خبرة، بناء على عدة معطيات أو لظروف واقعية تاريخية. منذ الاستقلال يكون هناك احتمال للأساتذة الزملاء أصحاب الخبرة يقولون مجرد احتمالات افتراضات، ولا يخفى عليك بأن المنهج الأبحاث العلمية تقوم على طرح مجموعة من الافتراضات التي تثبتها التجارب في نهاية المطاف. أعتقد بأن توقع الموضوع بطريقة معينة هذا خطأ كبير ويربك تلاميذ. نتمنى أن التلاميذ يبتعدون عن مثل هكذا إشاعات. الامتحانات الرسمية يشرف عليها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بصفته الهيئة المخول لها حماية المواضيع وإعدادها، وفي السنوات الأخيرة عرف إجراءات محكمة بشكل تجعل تسريب المواضيع غير ممكناً.